أهلا بحضراتكم مرة تانية. قلنا قبل الفاصل هنروح لموضوع مهم وهو قديم جديد ومتجدد دائما، لأنه الحقيقة مش عارفين نلاقي فيه حل لغاية دلوقتي على الأقل. ليه؟ لأن سنة أولى جواز في مصر وفق الإحصاءات بدأت تتحول لسنة أولى طلاق والنسبة في ازدياد، غير ما نقول لحضراتكم أنه نسبة أصلا معدلات الطلاق آخذة في الازدياد. آخر حاجة كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتعرض رؤية وزارة التضامن الاجتماعي، طبعا محاور مختلفة ومتعددة منها في أمام مجلس الشعب، بتقول أن هناك ارتفاع كبير في نسب الطلاق ووصلت النسب إلى 25% من كل 100 حالة، وأعلى نسبة طلاق من 20 ل 30 سنة. وهي بالمناسبة من 20 ل 30 سنة هي السنوات اللي غالبا بيحدث فيها أنه يتحول سنة أولى زواج إلى سنة أولى طلاق. وفق المركز للتعبئة العامة والأحصاء 12% في ازدياد من حالات الطلاق حدثت في العام الأول من الزواج وفقا لبيانات 2021. وده اللي خلينا نفتح المجال للتساؤل مع ضيوفنا اللي مشرفينا. خلونا نرحب بالدكتورة غادة فكري استشاري العلاقات الأسرية والزوجية، والدكتورة منى حمدي استشاري الصحة النفسية والإرشاد. ومركوش حجة، ما فيش من يمثل الرجال قصادكم زي المرة اللي فاتت يا دكتورة. أنا همثل وجهة النظر الأخرى، ولكن قلنا نعطي المجال، شوف عشان تعرفوا إن إحنا فيمينست. فأنت النهاردة يعني بننحاز دائما للمرأة في البرنامج. أهلا بحضراتكم منورينا. أهلا بيك. الحقيقة الواحد صعب يشوف نبدأ منين، بس أنا هبدأ مع حضرتك يا دكتورة غادة. انت من خلال برضو الممارسة اليومية لمهنة حضرتك وطبعا اطلاعك على الأمور المتعلقة بالمرأة في مختلف المجالات، شايفة ازاي الظاهرة دي بتجيلك كتير؟ بيحصل لك انه يجيلك استشارات كتير في سنة أولى جواز؟ بتجيلي كتير، بس للأسف انها ما بتجيليش في سنة أولى جواز، بتجيلي بعد الطلاق. وده اللي بيحزن وبيزعل، لأن احنا ساعات كتير قوي بدل ما بنبتدي نواجه ان في مشكلة بنغمي عينينا، وبعد ما بتتم المشكلة وبتحصل بنبتدي نقول هو فيه ايه. فياريت لو كل كابل او كل اتنين متزوجون او حتى هيقدموا لسه على الزواج يبتدوا يهتموا انهم يعرفوا ايه هو الجواز، لاني للأسف الشديد الظاهرة اللي انا شايفاها ان سواء البنت او الولد او حتى الأسرة بتاعت البنت والولد بيعملوا مجهود رهيب جدا في الاستعداد لطقوس الزواج. بنقعد نتخانق 3 سنين وفي الاخر نتطلق بعد سنة بالظبط، وهنعمل الفرح فين والفستان وكلام كده، ونخرب ببعض وفي الاخر بيحاولوش انهم يعملوا اقل مجهود انهم حتى يفهموا ايه هو الجواز، يخشوا البرامج المعدة لتأهيل الازواج اللي هم الازواج الحديث او ان هم لسه مقبلين على الزواج. عندنا مشروع مودة دلوقتي هتمنى انه بالظبط، فانا اتمنى ان المشروع ده يطبق، لان المشروع ده هيقلل نسبه الطلاق بنسبه كبيره جدا جدا جدا، وهيخلي الشخص او اللي هيقدم على الجواز ما يعملش سياسه احنا بنعملها وهي سياسه الاستسهال. بنستسهل كل شيء، بنستسهل ان احنا استسهال الزواج يعني في حد ذاته كخطوه. للاسف الشديد ليه ده الزواج عمره ما كان سهل كخطوه؟ للاسف الشديد احنا بنستسهل الحاجات الاساسيه وبنهتم قوي بالحاجات اللي كلها شكليات. صح، معاك عروسه حلوه طبعا، بس ما بنشوفش الاخلاق وما بنشوفش الاجتماعيات بتاعتها وتربت ازاي والنشأة ازاي والنفسيه بتاعتها عامله ايه، هل هي زوجه صالحه، هل هي ام صالحه، ايه قدرتها على التكيف في الحياه الزوجيه، ايه قدرتها على التضحيه. مش هي بس، لان الزواج قايم على ايه؟ الترفين. على التنازل والتضحيه من الطرفين مش من طرف واحد. نفس الفكره، اول ما يجي العريس، العريس متريش حالته كويسة، يلا بينا نتوكل على الله. لو هم شافوا هو ايه، ولا شافوا ايه الحاجات المشتركة اللي بينهم، ولا هم حتى شافوا ايه قدرتهم هم الاتنين على اختلافات، سواء اختلافات نفسية، اختلافات اجتماعية، اختلافات ثقافية، اختلافات حتى دينية، كل ده ما بيبصوش عليه. عمرهم فكروا يسألوا بعض احنا هنربي ولادنا ازاي؟ عمرهم فكروا يسألوا بعض ايه المخاوف بتاعت كل واحد قبل ما يخش على الجواز؟ للأسف الشديد بنخش على الجواز واحنا كل اللي مأثر فينا مشاعر الحب والعواطف، وبيخلينا دايما نحط صوت العقل ورا عشان بنستسل، مش عاوزين نتعب نفسنا، مش عاوزين نبذل مجهود، مع ان المجهود اللي احنا بنبذله ده ابدا، لان ده مجهود لكيان أسري،
مجهود لحياة كاملة، مجهود لمستقبل. فأتمنى أن إن شاء الله المبادرة دي تطبق وبقوة.